طب خلاص انا كده عرفت اهمية الكوريليشن الاوتو كوريليشن فانكشن اللي هو مثلا ار اكس اكس لتي وتي زائد تاو. لا تاني كده، هو اصلا كان بيساوي ايه؟ اي اوف اكس اوف تي مضروبة في اكس اوف تي زائد تاو، صح؟ انا بختصر، بدل ما اكتب اكس اوف تي واكس اوف تي زائد تاو اكتب تي وتي زائد تاو بس، تمام؟ هو هيساوي الكلام ده. كويس، ده لمين بقى؟ ده لايه؟ للسيجنال الواحدة، السيجنال الواحدة. طب افرض عندي سيجنال تانية واي اوف تي، سيجنال تانية ليها اشكال، كل واحدة ليها اشكال مختلفة، ودي سيجنال ليها اشكال مختلفة، تمام؟ دي سيجنال ودي سيجنال. عايز اجيب بقى ايه؟ الكوريليشن فانكشن. مش هيبقى اسمه اوتو كوريليشن فانكشن، هو اسمه اوتو كوريليشن فانكشن هنا عشان خاص بالسيجنال بتاعت اكس بس، اللي هي ايه؟ مثلا ساين اوميجا تي زائد سيتا، نسمي ديت واحد اوميجا واحد سيتا واحد مثلا، او حسب، على حسب مثلا ايه مين المتغير اللي فيهم. ودي ممكن تبقى ايه؟ 2 ساين اوميجا 2 تي زائد سيتا 2، يعني دي سيجنال ودي سيجنال تانية خالص، دي سيجنال ودي سيجنال تانية خالص. طيب لو حبيت اجيب الاوتو كوريليشن فانكشن الار، الاوتو كوريليشن فانكشن لمين بقى؟ للاكس اوف تي، عايز اجيبه للاكس اوف تي والواي اوف تي زائد تاو. ما هو مش شرط عند نفس الزمن، ما انا دلوقتي عندي سيجنال دي بتاعت ايه؟ الاكس اوف تي، تمام؟ اشتغلتها عند تي معينه، وعندي نفس سيجنال، سيجنال تانية خالص اسمها واي اوف تي زائد تاو، مش شرط تكون عند نفس التي، ممكن تكون عند تي زائد تاو، يعني زمن تاني خالص، يعني نفس العلاقه كاني بجيب الاوتو كوريليشن فانكشن، بس هنا هيبقى اسمه الكروس كوريليشن فانكشن. طيب احنا طبعا عارفين الاوتو كوريليشن فانكشن، كنت بجيب بايه؟ كنت بجيب الكوفيرينس، كنت بجيب الكوفيرينس ما بين الاثنين دولت باستخدام الاوتو كوريليشن فانكشن. هنا برضو هجيب الكوفيرينس للاثنين دولت، هتبقى اسمها الكروس كوريليشن فانكشن. طيب الكروس كوريليشن فانكشن هيبقى اسمها ايه؟ اهي هجيب الكوفيرينس لمين؟ للاكس اوف تي والواي اوف تي زائد تاو، تمام؟ هجيب الاكس اوف تي والواي اوف تي زائد تاو، دي طبعا هتساوي اي اوف اكس اوف تي واي اوف تي زائد تاو، دي عند زمن وعند زمن تاني، ناقص ميو بتاعت الاكس اوف تي في ميو بتاعت الاكس والواي اوف تي زائد تاو، تمام؟ ده القانون اللي عندي. طيب ده اللي بقى اسمه ايه؟ ده اسمه كروس كوريليشن فانكشن، لان هنا الاكس دي غير الواي دي. امال لو كان كلها ده يبقى كوفيرينس اكس واي طبعا، تمام؟ امال لو كان لو كان كلها عباره عن اكس بس، ده هتبقى اكس ودي هتبقى اكس ودي هتبقى اكس وديت اكس. رجع القانون القديم ده، الكروس ده الاوتو كوريليشن هيبقى اسمه ايه؟ ده تبع هيبقى الاوتو كوريليشن فانكشن. اما اللي فاتت لما كانت بين اكس واي كان اسمها الكروس كوريليشن فانكشن. طيب لو طلع الكروس، لو طلع الكوفيرينت ده، الكوفيرينت ده نفس الكلام بقى بين الاكس والواي، انا هرجعها واي زي ما كانت، رجعها واي زي ما كانت، او نكتبها تاني، او نجيبها زي ما موجوده في المذكره كده، تمام؟ ديت الكوفيرينس بين الاكس وبين الواي. لو ده طلع بالزيرو، لو ده طلع بالزيرو، اذا الاثنين ان كوريليتد لبعض، تمام؟ يعني نفس الكلام برضو انا بعيده تاني الحاجات اللي فاتت كلها. طيب ندخل بقى على موضوع مهم واخر موضوع عندنا، البروبيرتيز اوف اوتو كوريليشن فانكشن. نستخدم بس الار اكس اس اللي احنا شغالين فيه ده. طيب احنا قلنا دلوقتي في الداله اللي هي مثلا وايد سينس ستيشنري ستوكاستيك فانكشن بروسيس او راندوم بروسيس. طيب قلنا ان دوت لازم يكون فانكشن اوف تاو بس، فانكشن اوف تاو. في مساله احنا حليناها طلع لي الار اكس اكس طلع كوزاين تاو على مش عارف ايه كده، كانت طلعت فانكشن في التاو فقط، تمام؟ هي فانكشن في التاو. طب طالما فانكشن في التاو مش هقدر ارسمها؟ طبعا احنا مش عارفين اشمعنى تكون فانكشن في التاو واشمعنى المين بتاعها يكون بكونستانت. هي عادي يعني اي فانكشن بحلها المين يطلع بتاعها باي، ممكن يطلع بداله، ممكن يطلع بايه؟ بكونستنت، تمام؟ والار والاوتو كوريليشن فانكشن ممكن يطلع داله في التي او داله في التي والتاو، او يطلع لا داله في دي ولا داله في دي، بس هي ليها خصائص معينه هناخدها ان شاء الله السنه الجايه، يعني هي مهمه قوي في الكوميونيكيشن الموضوع ده، تمام؟ بس احنا هنتعامل معاها كماثيماتيكال طالما احنا مش فاهمين ايه معناها. اول خاصيه للاوتو كوريليشن فانكشن بتاع دبليو اس اس، اول خاصيه ليها بيكون ايفن، يعني انت لو رسمت علاقه مش دي فانكشن بقى في التاو خلاص
ارسم هنا دي ما بين التاو ودي الاف اوف تاو، تمام؟ لازم تكون even function، يعني ال r x x مثلا للتاو، ال r x x ممكن دي بدل ما تبقى f of تاو سميها r x x of تاو عادي، يعني مش هتفرق. سالب تاو هي هيها ال r x x للتاو نفسها، تمام؟ دي اول خاصية. طيب تاني حاجة، تاني حاجة عندنا ال r ال r x x ديت r x x ديت دي بتعبر عن الباور. لا 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 استنى بقى، انا في كلام غريب هنا. دي بتعبر عن الباور ازاي؟ الافريج باور ازاي بقى؟ تعالى كده، اولا نفترض ان انا عندي سيجنال اسمها x of t، تمام؟ هو السيجنال دي شرط تكون للكوميونيكيشن بس، ممكن تكون سيجنال باور صح؟ مش ممكن تكون سيجنال بتاعت كارنت؟ اه والله سيجنال بتاعت كارنت، تمام؟ يعني سيجنال كارنت دي بتساوي a ساين اوميجا تي، يعني ممكن تساوي اي اوف تي، يعني الاكس اوف تي هي الاي اوف تي، تمام؟ السيجنال اكس اوف تي، الاكس اوف تي هي نفسها الاي اوف تي، تمام؟ طيب لو حبيت اجيب الاكسبكتد، الاكسبكتد فاليو بتاع الاكسبكتد او الاكسبكتيشن بتاع السيجنال دي، هي لما اجيب الاكسبكتيشن لمين؟ لما اجيب الاكسبكتيشن لدي، تمام؟ لا الكلام مش واضح، الكلام مش واضح. تعالى كده، تعالى ثواني، انا دلوقتي عندي السيجنال بتاعتي مش شرط تكون سيجنال كوميونيكيشن، ممكن تكون سيجنال للباور، يعني ديت ممكن اعتبرها داله الكرنت، سيجنال بتاعه الكرنت نفسه، تمام؟ طيب تعال نشوف اهميه الاوتو كوريليشن فانكشن في السيجنال بتاعه الباور دي. الار اكس اكس هيساوي ايه؟ اي اوف اكس تي مضروبه في اكس اوف تي زائد تاو، تمام؟ تمام قوي. مش احنا قلنا شغال دلوقتي في الداله دبليو اس اس، يعني independent of time، يعني التايم مش مهم عندي. كده يعني التايم مش مهم عندي، تمام؟ تمام، هي independent of time، يعني التايم بالنسبة لها مش مهم، تمام؟ يعني ما تعتمدش على التايم. طيب افرض احنا حطينا التاو دي بزيرو، اذا ال rxx، انا بتكلم في حالة مين؟ wss. ال rxx هتساوي e of x of t مضروبة في مين؟ في x of t، تمام؟ طيب x of t ده عبارة عن current، يعني هي كأني بقول e of i square of t. ال i square ديت نفترض ان انا الكرنت ده ماشي في مقاومة 1 اوم، اذا اللي جوه ده هيبقى ايه؟ 1 i square في r عبارة عن الباور، يعني انت كده بتجيب ال expectation للباور 1 في i square of t. طب انت لما تجيب دلوقتي ال expectation خليها x بقى، لو انت بتجيب دلوقتي الاكسبكتيشن، بجيب الاكسبكتيشن للباور، يعني بجيب الافريج باور، الافريج المتوقعه، يعني مثلا انا سيجنال زي دي، تمام؟ بجيب منها الافريج باور، سيجنال مثلا زي دي بجيب منها ايه؟ الافريج باور، الافريج باور، الافريج باور المتوقعه اللي هي ايه؟ او فعلا اللي انا ايه بسحبها، او المقاومه بتشوفها دي، الباور المقاومه بتشوفها، تمام؟ طيب الكلام ده امتى؟ لما التاو كانت بتساوي زيرو. طب مش احنا قلنا ان ال rxx الاوتو كوريليشن فانكشن دي داله في مين؟ داله في التاو، تمام؟ طيب طالما داله في التاو، طالما هي داله في التاو، معنى كده ان عند التاو بزيرو جبت اعلى مين؟ جبت اعلى افريج باور، يبقى ديت افريج باور، اعلى افريج باور عندي، تمام؟ طيب هو شرط ان انا اخلي الاكس اوف تي اللي هي السيجنال دي كانت كارنت، كنت ممكن اعتبر الاكس اوف تي دي فولت، تمام؟ ليه اعتبرها فولت؟ ان الباور اساسا الباور بتساوي اي سكوير في ار او في سكوير على ار، وبما ان الار اللي انا معتبرها هنا بواحد، هتقول لي ليه بواحد؟ هنقول مثلا كمثال يعني عشان اوضح، ما انا ممكن استخدمها ايه كرقم، بس انا بخلي الموضوع سيمبل اكتر، تمام؟ خليت الار دي بواحد، الار دي بواحد، اذا الاي سكوير هتساوي الفي سكوير، طالما الاي سكوير تساوي الفي سكوير ممكن تعتبرها هي هيها الاكس اوف تي سكوير، تمام؟ بالتالي احنا عرفنا ايه علاقه الاوتو كوريليشن فانكشن. دي تاني اهميه لي، الاهميه الاولانيه الكوفيرينس، كنت بستخدمه في كده الاوتو كوفيرينس، تمام؟ الكوفيرينس نفسه. الاهميه الثانيه بستخدمه فين؟ بستخدمه في الباور، تمام؟ تعال بقى ندخل على حاجه اهم شويه، ندخل على حاجه اهم شويه. طيب دلوقتي انا عايز ادرس علاقه ما بين الفريكوانسي بتاع السيجنال وما بين الباور، تمام؟ طب استنى بقى، الباور هي عباره عن اكسبكتيشن، الباور الافريج باور اللي عندي اي اوف
اكس سكوير اوف تي، تمام؟ اه دي الافريج باور، الباور دي الباور نفسها، الباور داله في مين؟ داله في التايم. لا انا عايز الباور داله في الفريكوينسي. اه يبقى لازم انتقل من التي دومين الى الفريكوينسي دومين. طب انتقل للفريكوينسي دومين ازاي؟ انتقل للفريكوينسي دومين عن طريق فورير، تمام؟ فورير ترانسفورم. ازاي؟ اولا هي مين الحاجه اللي بتديني الباور في الكلام الكتير اللي عمال احكي ده؟ الاوتو كوريليشن فانكشن. انا اسف، الاوتو كوريليشن فانكشن. ديت اكس سكوير، الاوتو كوريليشن فانكشن بيساوي اكسبكتيشن للاكس سكوير اوف تي، تمام؟ يبقى دوت بيديني الباور الافريج. يبقى الباور ده يكون الباور دي داله في مين؟ داله في التايم، تمام؟ بالتالي انت عشان تجيب الباور هتحول مين بفوري ترانسفورم؟ هجيب فوري ترانسفورم لمين؟ للاوتو كوريليشن فانكشن اللي هي الباور، تمام؟ هي دي اصلا داله في التايم، لما تجيب لها فورير هتحولها داله في مين؟ داله في الفريكوينسي، تمام؟ كده انا اقدر احولها ايه؟ احولها داله في الفريكوينسي. طب دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها باور سبيكترال دينستي. باور سبيكترال دينستي ليه اسمها باور؟ علشان انا شغال الار اكس اكس ده عباره عن باور. سبيكترال يعني التردد، كذا تردد، ترددات كتيره. دينستي يعني بيجيب لي دينستي بتاعت الباور، دينستي بتاعت الباور على الفريكوينسي، يعني كل تردد، كل تردد مثلا بيديني باور قد ايه، او الدينستي بتاعتها قد ايه. طيب تعال نفتكر فورير وانت بتعامل معاه ازاي. والله الفورير، فورير ترانسفورم كنت بجيبه تكامل مثلا الار اكس اكس اللي عندي الداله بتاعت اللي عايز اعملها فورير في اي اس سالب جي جي 2 باي اف تي دي تي، تمام؟ طبعا من المتغير اللي عندك هنا التي متغير والتي متغير، بعتبر الاف ثابت، تمام؟ الكلام دوت هيجيب لي فورير ترانسفورم، هيطلع لي الباور السبيكترال دينستي، السبيكترال باور سبيكترال دينستي، هيجيبها لي بدلاله مين؟ بدلاله التردد. دي هتطلع سبيكترال دينستي في لمين؟ للتردد. يعني في الاخر انا حولت الار اكس اكس اللي هو داله في التايم حولته لداله ثانيه فين؟ داله في الفريكوانسي. بالتالي دي اصلا كانت باور، انا جبت الباور ديت كانت داله في التايم حولت الباور داله في الفريكوانسي، بالتالي اقدر اجيب الدينستي بتاعت مين؟ الدينستي بتاعت الباور على مين؟ على الفريكوانسي نفسه. طب اشمعنى اخترت فورير؟ لان فورير بيحول من التي دومين للفريكوانسي دومين، تمام؟ لو في حاجات ممكن احنا ما تكونش واضحه بالنسبه لنا، طب اشمعنى الفورمولا دي للشكل ده؟ دي حاجات ممكن ندرسها بعدين، تمام؟ ده هيبقى اسمه اس اكس اف. ليه اكس؟ لان انا ايه السيجنال اللي كانت عندي الاول خالص خالص كان اسمها اكس اوف تي، تمام؟ السيجنال عندي كان اسمها الاكس اوف تي. طيب تعالى ناخد بقى حاجه مهمه اسمها الوايت نويز، ناخد حاجه اسمها الوايت نويز.